السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طلبة الصف الثالث الثانوي. في ملحوظة صغيرة جدا في كراسة المفاهيم نخلي بالنا منها، خطأ هو كاتبها، اللي هو في النمبر الأرقام. عندي الرقم النمبر ميلا اللي هو لا يجمع، ميلا لا يجمع، يعني ما ينفعش ان انا اضيف له الاس. طيب لو عايز اقول 2000 دو ميلا بكتبها ازاي؟ بكتب دو، وادي كلمة ميلا، وما ينفعش ان انا اضيف الاس. هو عامل ما بين قوسين كده الاس، وده خطأ المفروض ما يتعملش نهائي، لان الرقم ميلا لا يجمع. تمام. طب لو عايزة يجي بعديها رقم نفس الحوار برضو لا يجمع، ما اقول دو ميل يعني 2008، ادي رقم ويت او اي نمبر. تبقى كده ان انا ما ينفعش اجمع الرقم ميلا، ده خطا هو كاتبه في الكراسه. طيب هنا عندي الرقم صون، احنا عارفين ان ده 100، الرقم ده بضيف له الاس عادي خالص. اما اقول مثلا 200 بعملها ازاي؟ هقول دو صون واضيف الاس خلاص. لو جه بعدي رقم مثلا 208 بلغي الاس، بخلاف الرقم ميلا. زي ما انتوا شايفين معايا اهو في كراسة المفاهيم كاتب دو ميل وحط الاس بين قوسين، وده خطا المفروض ان انا ما اعملوش. اما ما اقول 700 يعني 700 بضيف الاس، لان الرقم 100 بياخد الاس. جزء اللي هو الخطأ الصغير الموجود في كراسة المفاهيم. في جزء تاني بحب أضيفه، معلومة مهمة جدا الكل بيغلط فيها، هنا موجودة في آخر جزء في القواعد في الكتاب، نهاية في نهاية المنهج. أما يكون عندي فراز ما أقول تيا غم كونتري، هنا الفراز بصي كومبوزي، كيل كان كيل كان. تمام. يعني انا بقول له هل انت قبلت احد؟ طب عايز اعمل الفراز ديت نافيه، ايه الخطا اللي احنا بنقع فيه وما نخليش بالنا؟ انا دايما لما باجي اعمل نفي وعندي جمله فراز فيها بصي كومبوزيه، الاكسيليير فقط هو فيرب اتغى او افوار هو اللي بنفيه، بحطه بين طرفين النفي. في الحاله دي مع كلمه كلكا النفي بتاعها نو بيرسون، ما ينفعش ان انا انفي الاكسيليير، ولكن دي حاله خاصه بنفي الفعل المساعد واسم المفعول مع بعض. طب هتكون ازاي؟ هقول نو واقول هنا جو، هنا هنفي اقول نو، لازم دي ترجع هنا، واكتب رونكونتري واكتب كلمه في الاخر بيرسون، يعني انا ما قابلتش حد. طب فين طرفي النفي هنا؟ ادي النو وادي كلمه بيرسون، وحطيت بينهم ادي الفعل المساعد وادي اسم المفعول. يا ريت نشترك في القناه ونفعل الجرس. اوفر.